جمهور غفير حضر هذه المقابلة بمركب الشهيد جلال بنعامة بتيسم سيلك لمساندة رفقاء القائد المتألق مجيد خليفة الذي كان نجم المباراة دون منازع. الشوط الأول عرف اندفاعا بدنيا كبيرا بين اللاعبين مما جعله شوطا للمخالفات من الجانبين خصوصا المحليين بداية من الدقيقة الأولى. مخالفة خليفة دون جدوى رد عليها الزوار بهذه عن طريق رويغية لكن دون نتيجة. باقي الشوط الأول لعب تقريبا في وسط الميدان مع تفوق طفيف للمحليين. الشوط الثاني عرف استفاقة طفيفة من جانب الزوار الذين ضيعوا هنا عن طريق اللاعب بزاز بعد مخالفة رويغية وكذا اللاعب عزوني يضيع وجها لوجه ليرد أصحاب الأرض في الدقيقة 57 عن طريق لقطة ثلاثية جميلة جاءت بالهدف الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب حيرش الذي يسجل ويحرر الأنصار. بعدها وبسرعة من جانب الزوار قذفة قوية للاعب بزاز وكورته تصطدم بالعارضة الأفقية للحارس شادة. وتوالت الفرص من الجانبين خصوصا أبناء الأخضرية الباحثين عن تعديل النتيجة غير أن تسرع مهاجميهم حال دون ذلك. وهجمة معاكسة توغل في منطقة العمليات سقوط اللاعب والحكم يطلب مواصلة اللعب. ويتواصل اللاعب على هذا المنوال إلى أن يعلن الحكم بوترعة نهاية اللقاء وفرحة عارمة لدى أبناء تيسم سيلت بتأهلهم التاريخي إلى الدور 16 من كأس الجمهورية ومقارعة الكبار. احنا كنا بيا كونسونطري في لوماش تاعنا ولعلينا درناها بنفوتوا للسيس دور هذا وان شاء الله نزيدوا نقدموا الماتش الجاي ان شاء الله ونبغي نفرحوا هذا الشعب اللي جا عاوننا ربي يحفظه ان شاء الله. المقابله كانت ان اوتر بورتي جاونا لي زوكاسيون دو بوت رطيناهم الور في الشوط الثاني جاتهم كان عندنا مخالفه راحوا لنا بالكونتر ماركوا لنا هدف وعرفوا كيف يسيروا المقابله واحنا زدنا رطينا في الشوط الثاني.